سادس، اليوم حنحل أسئلة الفصل صفحة 64. السؤال الأول، أكمل الجدول الآتي. هذا السؤال مهم يا سادس، مهم. عندي عمودين، العمود الأول فيه العناصر، العمود الثاني بدي أكتب فيه الرمز. عنصر الصوديوم رمزه Na، الصوديوم رمزه Na، الأكسجين رمزه O، ما العنصر الذي رمزه K؟ العنصر اسمه بوتاسيوم، العنصر بكتب بوتاسيوم. طب الرمز كاتب لي S، شو العنصر؟ كبريت. طب العنصر السيليكون ايش رمزه؟ SI. ايش رمزه؟ SI. SI. ننتقل الى السؤال الثاني، فسر ما ياتي. طبعا انا حليتهم هون على الورقة. فرع ألف، يستخدم الألمنيوم في صناعة علب المشروبات الغازية. ليش بنستعمل الألمنيوم في صناعة علب المشروبات الغازية؟ لماذا؟ لأن الألمنيوم من الفلزات الخفيفة، لأن الألمنيوم من الفلزات الخفيفة. وغير هيك الألمنيوم لا يتفاعل، لا يتفاعل مع الماء والأكسجين. هو بيتفاعل بس ما بيكون مادة هشة. هو يتفاعل مع الماء والأكسجين، ولكن لا، بنكتب يتفاعل مع الماء والأكسجين ويكون أكسيد الألمنيوم، أكسيد الألمنيوم، ويكون إيش؟ ويكون مادة قوية، مادة قوية، مش زي الحديد لما يتفاعل مع الماء والأكسجين بيكون لي صدأ الحديد مادة هشة هذيك بتكون. ننتقل إلى فرع باء، تضاف كمية من الكربون إلى الحديد. ليش منضيف كمية من الكربون إلى الحديد؟ هاي فرع باء هون، تضاف كمية من الكربون إلى الحديد. لماذا؟ ليصبح أكثر صلابة، ليصبح أكثر صلابة. إحنا منضيف الكربون إلى الحديد لكي يصبح أكثر صلابة. ننتقل إلى فرع جيم، يطلى الحديد بمادة عازلة. لماذا الحديد يطلى بمادة عازلة؟ حتى لا يتفاعل مع الأكسجين ويتكون صدأ الحديد. إذن عشان ما يتفاعل مع الأكسجين ويكون صدأ الحديد. ننتقل إلى فرع دال، تغطى مقابض الأواني الفلزية بالخشب والبلاستيك. الأواني الطبخ اللي نطبخ فيها على الغاز، ليش إيديها بتكون مغطاة بخشب وبلاستيك؟ لأن الخشب والبلاستيك من المواد العازلة، لأن الخشب والبلاستيك من المواد العازلة تمنع من وصول الحرارة إلى يدك عند مسك الأواني وهي ساخنة. تمام سادس؟ طيب ننتقل إلى سؤال ثلاث، ننتقل إلى سؤال ثلاث. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. ألف، يمكن تمييز الفلزات من اللافلزات من خاصية التوصيل الحراري فقط؟ يعني أنا عشان أميز بين فلز ولا فلز بس خاصية التوصيل الحراري؟ أكيد لا، لأنه في عندي خاصية التوصيل الحراري، في عندي خاصية القابلية للتشكل وتوصيل الكهرباء. إذن عندي إكس هون. باء، الكربون فلز لأنه موصل التيار الكهربائي. الكربون فلز لأنه موصل التيار الكهربائي؟ لا، ليش؟ أن الكربون غير قابل للتشكل. إذن باء خطأ. جيم، عنصر الكبريت قابل للطرق والتشكيل. عنصر الكبريت قابل للطرق والتشكيل؟ خطأ. الكبريت يعتبر من لا يعتبر من المواد الصلبة، لا يعتبر من المواد الصلبة. ننتقل إلى سؤال أربعة، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة. ألف، الرمز الكيميائي لعنصر النحاس هو فراغ Cu. ننتبه إن أول حرف هيكون حرف كبير والحرف الثاني حرف صغير small letter. والرمز الكيميائي لعنصر الكربون هو C. باء، من الأمثلة على العناصر الفلزية عنصر الحديد. طبعا عندي ألمنيوم، نحاس، بس احنا بنكتب الفراغ عنصر واحد. ومن الأمثلة على العناصر اللافلزية عنصر اليود. اليود. جيم، تمتاز العناصر الفلزية بأنها فراغ، لذلك يمكن تشكيلها وسحبها. ايش هي الخاصية اللي معناها يمكن تشكيلها وسحبها؟ هي قابلية او قابلة للتشكل. اذا تمتاز العناصر الفلزية بأنها قابلة للتشكل. لهون بنكون انهينا حل أسئلة الفصل يا سادس. حلوا على الدفتر ويعطيكم ألف عافية.